عددا ليس بقليل. فغار اليهود واتخذوا رجالا أشرارا من أهل السوق وتجمعوا جمعا وأقلقوا المدينة وجاءوا إلى بيت ياسون طالبين أن يخرجوهما إلى الجمع ولم يجدوهما. جروا ياسون وآخرين من الإخوة إلى رؤساء المدينة صارخين: إن هؤلاء الذين أقلقوا المسكونة وهم حاضرونها هنا أيضا قبلهم ياسون، وهؤلاء كلهم يقاومون أوامر الملك قائلين إنه يوجد ملك آخر يسوع. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. آمين. بسم الاب والابن والروح القدس، تحل علينا نعمته وبركته من الآن الأبد أمين. اليوم 28 من شهر هطور المبارك أحسن الله انقضاؤه أعاده علينا وعليكم، وأنتم مغفورين الخطايا والزلات من قبل مراحم الرب وخاتي أمين. في هذا اليوم استشهد القديس الأنبا سربامون أسقف نيقيوس في عهد الإمبراطور دكليديانوس. ولد هذا القديس بأورشليم باسم سمعان، وكان يهوديا ينتسب إلى عائلة القديس استفانوس رئيس شمس أور الشهداء. توفى والده واشتهى سمعان أن يصير مسيحيا، فأرشده الرب أن يمضي إلى الأنبا يوحنا أسقف أورشليم، فعرفه حقائق الإيمان وسر التجسد والفداء والقيامة والصعود. وبإرشاد من الله مضى إلى الإسكندرية وقصد البابا ثاؤونا البطريرك السادس عشر، ولما اطمأن إلى إيمانه عمده، ثم انفرد للعبادة فترة إلى أن استدعاه البابا القديس بطرس خاتم الشهداء بعد أن سمع عن تقواه وعلمه، واستبقاه معه ليساعده في الخدمة. ولما خلى كرسي نيقيوس رسمه البابا بطرس اسقفا عليها، ففرحت به رعيته كثيرا، واظهر الرب على يديه ايات وعجائب كثيره، منها انه كان بجانب مدينته برابي لعباده الاوثان، فتوسل الى الرب بصلاه حاره حتى تهدمت البرابي وغطاها الماء، وبذلك انتهت عباده الاصنام من كرسيه، كما انه استأصل بدعة سابيليوس الصعيدي من الإيبرشية. ولما وصل الإمبراطور دكليديانوس أن القديس أبطل عبادة الأوثان وأنه ساهر على تعليم شعبه، أمر بإحضار إليه إلى أنطاكيا. وفي الإسكندرية قابله البابا بطرس وجماعة من الكهنة قبل سفره وسلموا عليه، ووجدوه هادئا يتمتع بالسلام داخلي ووجهه مثل وجه ملاك. ولما وصل إلى أنطاكيا أمر الملك بتعذيبه بعذابات شديدة، وبسبب احتماله وصبره وشجاعته أثناء العذاب دخل كثيرون إلى الإيمان المسيحي، مما جعل الإمبراطور يأمر بالتخلص منه وإرساله إلى أريانا والي أنصنة بصعيد مصر ليعذبه هناك ويقطع رأسه بالسيف إن لم يرجع عن رأيه. وعند وصول الإسكندرية كان أريانس موجودا بها، فأخذه معه في مركب، وعند مرورهم على نيقيوس مقر كرسيه وقفت المركب ولم يقدروا أن يحركوها من مكانها، فأنزلوه إلى بحر المدينة وقطعوا رأسه، فنال إكليل الشهادة. بركة صلواته فلتكن معنا ولربنا المجد دائما أبديا أمين. Agios o Theos, Agios Escheros, Agios Athanatos, o Ek Parthenu, Genetis, Eleison Imes, Agios o Theos, Agios Escheros, Agios athanatos, stavrotis dimes, eleison imes. Agios o Theos, agios escheros. Agios athanatos,
Anastasekton nekaron ke anelthon iestos soranos ele sonimes oxebetri. Shleel Irne ba O Master Lujas Christ our God said to us and on our steps and the holy apostles, many prophets and righteous men have desired to see the things which you see and have not seen them, and to hear the things which you hear and have not heard them. But as for you, blessed are your eyes, for they see, and your ears, for they hear. May we be wise to hear and to act according to your holy gospel through the prayers of your saints. Pray for the holy gospel. Remember also our master, all those who have been us, remember them in our supplications and the prayers which we offer up unto you, O Lord, our God. Those who have already fallen asleep, repose them. Those who are sick, heal them, for you are the life of us all, the salvation of us all, the hope of us all, the healing of our soul and the direction of our soul. Agothomento agio evangelion. The fear of God, and let us hear a holy gospel, a chapter from the holy gospel, according to our teacher Saint Mark. May his holy blessings be with us Psalms of our teacher David, the prophet and the king. May his blessings be with us only, amen. Know that the Lord, he is God. He made us and not we ourselves. We are his people and the sheep of his pasture. And blessed is he who comes in the name of the Lord, our Lord God, Savior and King of us all, Jesus Christ, Son of the living God, to whom is the glory forever and ever. Amen. Now as he was going out on the road, one came running, knelt before him and asked him,
Good teacher, what shall I do that I may inherit eternal life? So Jesus said to him, why do you call me good? No one is good but one, that is God. You know the commandments, do not commit adultery, do not murder, do not steal, do not bear false witness, do not defraud, honor your father and your mother. And he answered and said to him, teacher, all these things I have observed from my youth. Then Jesus, looking at him, loved him and said to him, one thing you lack, go your way, sell whatever you have and give to the poor, and you will have treasure in heaven, and come, take up the cross and follow me. But he was sad at this word and went away grieved, for he had great possessions. Then Jesus looked around and said to his disciples, how hard it is for those who have riches to enter the kingdom of God. And the disciples were astonished at his words. But Jesus answered again and said to them, children, how hard it is for those who trust in riches to enter the kingdom of God. It is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of God. And they were astonished beyond measure, saying among themselves, who then can be saved? But looking at them, Jesus said, with man it is impossible, but not with God. For with God all things are possible. Then Peter began to say to him, see, we have left all and followed you. So Jesus answered and said, assuredly I say to you, there is no one who has left house or brothers or sisters or father or mother or wife or children or lands for my sake and the gospels who shall not receive 100-fold now in this time, houses and brothers and sisters and mothers and children and lands with persecutions, and in the age to come eternal life. But many who are first will be last, and the last first. Glory be to God forever. بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. السيد المسيح كان في الطريق، وبعدين واحد أسرع إليه وجس على ركبتيه وقال له، أيها المعلم الصالح، ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ ما أحلى إن الإنسان فينا تكون اشتياقاته للسماء واشتياقاته للأبدية، لأن زي ما حضراتكم عارفين الإنسان أصلا مخلوق سماوي. ربنا لما خلق آدم أخذ من تراب الأرض ونفخ فيه. النسمة أصلا من عند مين؟ من عند ربنا. النسمة اللي من عند ربنا أقوى ولا التراب أقوى؟ النسمة، النفخة اللي من عند ربنا هي الدائمة ولا التراب هو اللي دائم؟ عشان كده لما أبائنا يقولونا إن الإنسان فعلا مخلوق سماوي، لأن فعلا النسمة اللي من الله هي اللي باقية لهذا الإنسان. فعلا ما أحلى اشتياقات الإنسان
ان يفكر في السماء ويفكر في الابديه. اسمعوا معلمنا بولس الرسول لنا الايه، لي اشتهاء ان انطلق واكون مع المسيح ذاك افضل جدا. لي اشتهاء ان انطلق واكون مع المسيح ذاك افضل جدا. لي الحياه هي المسيح والموت ربح لي. ان عشنا فلرب نعيش، وان متنا فلرب نموت، وان عشنا وان متنا فلرب نحن. لكن انا عايز بس هقول لكم يعني، وانا عايز يعني مع بعض كده كل واحد فينا يعني يسال نفسه، هل الاشتياقات لوحدها تخلص الانسان؟ ممكن يبقى عندي اشتياقات جميله قوي، حاجه جميله قوي. الشاب الغني كان عنده اشتياقات حلوه قوي، وبيفكر في السماء وبيفكر في الابديه. هل الاشتياقات فقط تخلص الانسان؟ ابدا ابدا، الاشتياقات لا تخلص الانسان. الاشتياقات لوحدها مهمه جدا، لكن مش لوحدها تخلص الإنسان أبدا. لكن مع الاشتياقات لابد من الجهاد، لابد من التعب، لابد من السهر الروحي، لابد من استعداد. هو ده اللي يخلص الإنسان ويحقق للإنسان الهدف اللي الإنسان بيسعى من أجله. عينيك على السماء دي حاجة جميلة جدا، وفعلا فعلا ما أحلى إن كل واحد فينا أنظاره وقلبه ومشاعره تبقى كلها مثبتة ناحية السماء والأبدية. يمكن كل يوم بنسأل ربنا ونقول له ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية، لكن اسمعوا رد السيد المسيح على هذا الشاب الغني. طبعا احنا مش هنخش في تفاصيل كتيرة، لما قال له لماذا تدعوني صالحا، ليس أحد صالح إلا واحد وهو الله، لأن بيأكد على لاهوت سيد المسيح وأنه المولود من الآب قبل كل الدهور. لكن أنا عايز يعني أنا أناقشه مع حضراتكم إن فعلا فعلا في معطلات كتيرة في الحياة هي اللي ممكن تعطلني عن الهدف اللي الإنسان بيسعى من أجله. طبعا قال له حفظت الوصايا، قال له حفظت الوصايا منذ حداثتي. حاجة جميلة جدا إن الإنسان بيحفظ الوصايا، لكن يا ترى حفظ الوصايا برضو كفاية؟ ما ممكن واحد يبقى حافظ الكتاب المقدس من الجلدة للجلدة لكن ما بيعملش ولا بحاجة من اللي موجود في اللي حفظه، مش كده ولا ايه؟ ياما ناس، لكن يقول لك ايه، ان الانسان مش بس يحفظ، لكن يحفظ ويعمل ايضا، يحفظ ويعمل. والانسان فعلا الانسان المؤمن الحقيقي يقول لك بيبقى انجيل مقروء، إنجيل مقروء. علمونا أبائنا إن القدوة هي إنجيل خامس، يقول لنا ليروا أعمالكم الحسنة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات. النهاردة السيد المسيح بيحطنا على الطريق الصحيح اللي وصلنا للحياة الأبدية. الشاب الغني حزن لأنه كان ذا أموال كثيرة، يبقى أهم معطل من المعطلات الوصول للسماء وتحقيق الاشتياقات اللي الإنسان بيهدف ليها، إن فعلا الإنسان ممكن يبقى عنده غنى مادي كثير لكن عنده فقر روحي أيضا. ياما ناس أغنياء والكتاب ذكر أغنياء كثيرين،
لكن استخدموا غناهم لمجد ربنا والمجد المسيح. اسمعوا الكتاب يقول لنا ايه. اختار الله جهلاء العالم ليخذ بهم الحكماء، واختار فقراء العالم ليخذ بهم الاغنياء. طب ازاي اختار جهلاء العالم وضعفاء العالم وفقراء العالم عشان يعني يخدم بيهم بقى وياخذ بيهم ايه؟ الاغنياء والاقوياء والعلماء. يقول لنا، انا اذكر يعني يمكن تنيح البابا شنوده يعني في كتاب انطلاق الروح ليه تأمل جميل قوي في هذا الموضوع. طبعا انتوا عارفين كتاب انطلاق الروح ده يعني بابا شنوده كان مقالات كان بيكتبها في مجله مدارس احد زمان قوي قوي قوي، وهذه المقالات جمعها في كتاب سماه انطلاق الروح، وحط فيه في الاخر مجموعه القصائد الجميله بتاعته. كتاب خالد لغايه دلوقتي انا ما اعرفش، يمكن الطبعه الكذا وعشرين دلوقتي اللي طبعت من هذا الكتاب، من الكتب القيمه جدا جدا جدا. يقول لنا هو مش اختار الفقراء، ومش اختار بس الجهله، ومش اختار الضعفاء، لا، يقول لك اختار اغنياء العالم. بس اختارهم امتى؟ لما شعروا ان كل غناهم لا يساوي شيء امام غنى ربنا والغنى الروحي. اختار الاقوياء، بس اختارهم امتى؟ لما وصلوا للدرجة اللي بيها حسوا ان مهما وصلوا من القوة فهم ضعفاء جدا جدا امام قوة ربنا، وهكذا. يقول عشان كده يقول لك اختار الله جهال العالم ليأخذ بهم الحكماء، وضعفاء العالم ليأخذ بهم الأقوياء، وفقراء العالم ليأخذ بهم الأغنياء. ويقول لنا كده ايه أبائنا قد ايه. موسى النبي بعد ما تأدب بكل حكمة المصريين وعلمهم عاش كم سنة في قصر فرعون؟ 40 سنة تقريبا. 40 سنة اللي عاشها في قصر فرعون، صوروا بقى يعني ابنة فرعون ابن الملك هيعاملوه ازاي. يعني يقول لك تأدب بكل حكمة المصريين وعلمهم، وأصبح شخصية جبارة جدا وقائد عظيم من القوات على مستوى العالم كله. مفسرين يقولوا ان ما جاش قائد بعظمة موسى النبي. موسى النبي لما اتكل على حكمته واتكل على علمه واتكل على قوته فشل ذريع جدا. اما في يوم من الايام قال هخرج عشان افتقد شعبي بني اسرائيل العبرانيين، وخرج عشان افتقدهم، بس اتكاله كان المره دي على ايه؟ على قوته، على علمه، على حكمته اللي خدها ايه من قصر فرعون. اول يوم قابل واحد عبراني بيتخانق مع واحد مصري بالحكمة البشرية، راح خابط المصري وضربه مموته ودفنه في الارض. تاني يوم خرج يفتقد ايضا اخواته العبرانيين، زي ما حضراتكم عارفين لقى اتنين عبرانيين بيتخانقوا مع بعض، اتنين بني اسرائيل بيتخانقوا مع بعض. قال لهم يعني عيب قوي انتوا، احنا يعني اخوات واحنا لازم نقف جنب بعض. على طول قالوا له ايه؟ من اقامك ايه؟ قاضيا علينا. واتكشف موسى النبي قدام فرعون وابتدى يهرب من فرعون، لان فرعون كان عايز يقتله. عاش 40 سنة في البرية، خدوا بالكم بقى، عاش 40 سنة في البرية بقى،
عاش 40 سنة في قصر فرعون الأول، تأدب بكل حكمة المصريين وعلمهم. عاش 40 سنة في البرية تتلمذ للروح القدس، تتلمذ للتعاليم السماوية، شرب وتعلم. صوروا بقى اللي بعد 40 سنة في قصر فرعون، يعني يخرج يقول أنا هفتقد شعب بني إسرائيل وأنا اللي هخلص العبرانيين. شوفوا قد القوة الجبارة اللي كانت عنده. شوفوا بعد 40 سنة تانية بقى إيه، لما بقى إيه تهذب بقى إيه بمدرسة الروح القدس، ظهر له ربنا في العليقة وابتدى ربنا يتكلم معاه وقال له اخلع حذائك من رجليك لأن الأرض التي أنت واقف عليها أرض مقدسة، والقصة اللي حضرتكوا عارفينها كلها. وبعدين دعاه علشان يخلص شعب بني إسرائيل. تفتكروا يقول ايه اللي المرة اللي فاتت من 40 سنة ايه اعتمد على قوته وجبروته وحكمته انه يخلص شعب بني إسرائيل؟ قال لي ربنا ايه، انا ولا حاجة، ده انا ما ينفعش. خدوا بالكم، لست انا صاحب كلام لا من امس ولا من اول امس ولا حين كلمت عبدك، بل انا ثقيل الفم واللسان، انا ما اعرفش اتكلم. ده انت راجل من 40 سنة قلت بقى بالجبروت والقوة والحكمة بتاعتك واللي عندك من معلومات بتكل عليها كلها هتخلص شعب بني إسرائيل، فلحت الفشلت. لكن لما دخلت مدرسة الروح القدس، عشان كده لك ايه، اختار الله جهال العالم ليخزي بهم الأقوياء، واختار ضعفاء العالم ليخزي بهم الأقوياء، واختار فقراء العالم ليخزي بهم الأغنياء. يعني مهما الواحد وصل من قوة، ومهما الواحد وصل من غنى، ومهما الواحد وصل من علم، لما يبقى يقف قدام ربنا يقول له يا رب أنا صفر قدام علمك وقدام معرفتك وقدام قوتك وقدام جبروتك وقدام غناك، يقول له طب تعال عشان أشغلك، أنا عايز أشغلك عندي، عشان أنت فعلا بتنكر ذاتك. هنا السيد المسيح بيقول لنا كده لما بيقول ايه، ما اعصر دخول الاغنياء الى ملكوت السماوات، دخول غني من ثقب ابرة ايسر من ان يدخل غني الى ملكوت السماوات. طبعا نستغربوا ايه ده، طب ما ناس اغنياء كتير قوي. قال لهم لا استنوا بس، انا هفسر لكم، هقول لكم التعليم ايه. ما أعصر دخول المتكلين، ما أعصر دخول المتكلين على أموالهم إلى ملكوت السماوات. يبقى هنا مش العبرة بالغنى أو العبرة بالقوة أو العبرة بالعلم أبدا، ممكن كله يستخدم لأجل مجد المسيح، لكن العبرة إزاي الواحد يبقى اتكاله أصلا على ربنا، وإزاي ينكر ذاته فعلا ويشعر أمام الله أنه لا شيء على الإطلاق أمام قوة الله وأمام علم الله وأمام غنى الله. عشان كده يقول لك الشاب الغني إيه، مضى حزينا لأنه كان ذا أموال كثيرة. يا ترى اشتياقاتنا النهاردة لإيه بالظبط، للسماء وللأبدية ولا بنفكرش فيهم؟ بنفكر في الأكل والشرب والشغل والعيال والزوج والزوجة وكل هذه الأمور، ولا بنفكر في الأبدية وبنفكر في السماء؟ صدقوني ما أحلى إن عينينا تبقى على السماء على طول، تطلعاتنا للسماء. وعلى فكرة تطلعنا للسماء ده بينجينا من شرور كتيرة جدا جدا. صدقوني كل ما الإنسان يتطلع للسماء ويتطلع للأبدية ويبقى ده الهدف اللي قدامه اللي بيفكر فيه باستمرار، هيجي في يوم من الأيام هقول لازم أتغير، لازم أقدم توبة. ما دام أنا بشتاق للسماء وبشتاق للأبدية، مش هفضل محلك سر، ومش هفضل واقف كده عمال أقول يا بخت اللي راحوا السماء، يا بخت اللي طلعوا، يا بخت اللي جهدوا، يا بخت اللي تعبوا، يا بخت اللي استعدوا. كل ده مش هينفع. لكن ايه اللي ينفع؟ ان انا ابتدي اقول اقوم الان، اقوم الان،
أذهب إلى أبي. أقوم الآن أذهب إلى أبي وأقول له أخطأت يا أبتاه إلى السماء وقدامك، ولست مستحقا أن أدعى لك ابنا، بل اجعلني كأحد أجرائك. أقوم الآن. عشان كده أحبائي احنا محتاجين، صدقوني ما نأجلش التوبة. احنا ابتدينا صوم الميلاد، صوم الجميل الرائع اللي فيه فعلا اشتياقات كده كلها لميلاد سيد المسيح، عشان نعيش فعلا الأبدية الجميلة. يا ريت كده مع بداية هذا الصوم ان احنا فعلا نقدم توبة، وكل واحد لازم يراجع نفسه. يا ترى انا باجي اتناول كل قداس كل يوم حد وكل يوم سبت وكل طول الاسبوع بتناول، يا ترى بقدم توبة ولا ما بقدمش توبة؟ يمكن قلت الموضوع ده مرات كتيرة قوي، اللي بياكل جسد ربنا ودمه بدون استحقاق، اللي بياكل جسد ربنا ودمه بدون استحقاق يأكل ويشرب دينونة لنفسه، يأكل ويشرب دينونة لنفسه. وزي ما قال الكتاب، زي ما قال المسيح، يكون مجرما في جسد الرب ودمه، يكون مجرما في جسد الرب ودمه. عشان كده أحبائي محتاجين نقدم توبة، محتاجين نراجع نفسنا مع الاشتياقات الجميلة اللي احنا بنشتاقها للسماء وبنشتاقها الأبدية، ونقول مع معلمنا بولس الرسول ليه اشتاقنا أنطلق وأكون مع المسيح ذاك أفضل جدا. صدق مهم جدا فعلا إن أنا أراجع نفسي وأقدم توبة، أقدم توبة عن كل خطاياي وشروري وأسامي وتعدياتي، وأعترف بخطاياي. لما أجي أتقدم للتناول الأسرار المقدسة أتقدم وأنا في حالة استعداد، في حالة استعداد وفي حالة سهر. يا ليت ربنا يدينا نعمة وبركة فعلا إن إحنا فعلا نعيش هذه الأيام المقدسة. لينا اشتياقات للأبدية، لينا اشتياقات للسماء، لينا اشتياقات إن إحنا نبقى مع المسيح ومع الملائكة ومع القديسين في النصرة والغلبة، مع اللي غلبوا وعايشين مع الخروف وهكذا. لكن يا ريت يا ريت فعلا نراجع نفسنا عشان يبقى لينا بركة هذا الصوم المبارك. لربنا المجد دائما أبديا، أمين. بنيتك نومت مني أو بنت باي أهوبي أو أيبي أو أيكاتا بفراني من راتي أنت بيا أخرستوس على برزبة فينا ريقون وتن شويس نفتي رنتي سأوتوكوس ما ريث ما بم بنتو تير انت فكانن نانبون تو بهمم شويس ريقون او بيثي اوري موسنبان جلستيس هابا ماركوس بي أبوستولوس انتف كانن نوفي ناني والجيفز ماروتن جيفيور نيم بشيري نيم بيب نيفما إث أوب تيتري ياسن جيكبو تن أشتم مستنتي أونا صوفيا ثيروبوس خمين كريا ليسون كريا ليسون خنقو مثمي من حقيقة نؤمن بإلهٍ واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى، نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق مساوي للآب في الجوار الذي به كان كل شيء، هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل الخطأ نزل من السماء وتجسد من الروح القدس من مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على بلاطس البنطي تألم وكبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي وأيضا يأتي في مجدي ليدين الأحياء والأموات.
الذي ليس المقيم قضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي منبثق من الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا. وننتظر قيامة الأموات وحياة دهر الآتية. Have sinned, forgive me. أخطيت يا أبي وأخوتي سامحوني من أجل المسيح. شليل أبي أبرزوف كيستا سيتا إيريني با man in incorruption, and this which entered into the world through the envy of the devil, you have destroyed by the life-giving manifestation of your only begotten Son, our Lord, the God and the Savior, Jesus Christ. You have filled the earth with the heavenly peace, by which the host of angels by you saying, glory to God in the highest. Peace on earth and goodwill to us men. Pray for the perfect peace, love, and the holy apostolic kisses. Lord, have according to your good will, O God, fill our hearts with your peace. Cleanse us from all blemish, all guile, all hypocrisy, all malice, and the remembrance of evil, entailing death, and make us worthy, our master, to greet one another with the holy kiss, that without falling into condemnation, we may partake of your immortal and heavenly gift in Christ Jesus our Lord. Greet one another with a holy kiss. Lord have mercy, Lord have mercy, Lord have mercy. Yes, Lord, who are Jesus Christ, the Son of God, hear us and have mercy upon us. Offer in order, stand with trembling, look towards the east. Let us attend. Through the intercessions of the Theotokos, Saint Mary, O Lord, grant us the forgiveness of our sins. We worship you, O Christ, with your good Father and the Holy Spirit, for you have come and saved us. A mercy, a peace,
عادش نشيل بحد تاني لو سمحت. ياريت نصلي، عايزين نقف نصلي كلنا. The Lord me with you all and with your spirit. Lift up your hearts. We have them with the Lord. Let us give thanks to the Lord. It is me to and right, meet and right, truly indeed, it is meet and right. O you, the being master, Lord, the God of truth, being before Jesus and reigning forever, who dwell in the highest and look upon the lowly, who have created the heaven, the earth, the sea, and all that is therein. The Father of our Lord, the God and the Savior, Jesus Christ, by whom you have created all things visible and invisible, who sits upon the throne with glory, and who is worshipped by all the holy powers. You who are seated before whom stand the angels, the archangels, the principalities, the authorities, the thrones, the dominion, and the power. Look toward the east. You are here around whom stand the cherubim full of eyes and the seraphim with six wings, praising continuously without ceasing. Say, let us attend. The cherubim worship you, and the seraphim glorify you, proclaiming and saying, holy, holy, holy Lord of hosts, heaven and earth are full of your holy glory.
قدوس قدوس أنت أيها الرب وقدوس في كل شيء وبالأكثر مختار هو نور جوهرياتك وغير موصوفة هي قوة حكمتك وليس شيء من النطق يستطيع أن يحد لجة محبتك للبشر خلقتني إنسانا كمحب للبشر ولم تكن أنت محتاجا إلى عبوديتي بل أنا المحتاج إلى ربوبياتك من أجل تعطفاتك الجزيلة كونتني إذ لم أكن أقمت السماء لي سقفا وثبت لي الأرض لأمشي على من أجلي ألجمت البحر من أجلي أظهرت طبيعة الحيوان أخضعت كل شيء تحت قدمي لم تدعني معوزا شيئا من أعمال كرامتك أنت الذي جبلتني وضعت يدك علي وكتبت في صورة سلطانك ووضعت في موهبة النطق وفتحت لي الفردوس لأتنعم وأعطيتني علم معرفتك أظهرت لي شجرة الحياة وعرفتني شوكة الموت غرس واحد نهيتني أن آكل منه هذا الذي قلت لي لا تأكل منه وحده فأكلت بإرادتي وتركت عني ناموسك برأيي وتكاسلت عن وصاياك أنا اختطفت لي قضية الموت حولت لي العقوبة خلاصا كراع صالح سعيت في طلب الضال كأب حقيقي تعبت معي أنا الذي سقط ربطتني بكل الأدوية المؤدية إلى الحياة أنت الذي أرسلت لي الأنبياء من أجلي أنا المريض أعطيتني الناموس عونا أنت الذي خدمت لي الخلاص لما خالفت ناموسك كنور حقيقي
أشرقت للضالين وغير العارفين. يا يا رب الكائن في كل زمان أتيت إلينا على الأرض أتيت إلى بطن العذراء أيها الغير المحوى إذ أنت الإله لم تضمر اختطافا أن تكون مساويا لله لكن وضعت ذاتك وأخذت شكل العبد وبركت طبيعتي فيك وأكملت ناموسك عني وعرفتني القيامة من سقطة أعطيت إطلاقا لمن قبض عليهم في الجحيم أزلت لعنة الناموس أبطلت الخطية بالجسد عرفتني قوة سلطانك وهبت النظر للعميان أقمت الموتى من القبور أقمت الطبيعة بالكلمة أظهرت لي تدبير تعطفك احتملت ظلم الأشرار بذلت زهرك للسياط وخدك أملتهما للطم لأجل يا سيدي لم ترد وجهك عن خزي البوصى الذبح مثل حمال حتى إلى الصليب أظهرت عظم اهتمامك بي قتلت خطيتي بقبرك أصعدت بكرتي إلى السماء أظهرت لي إعلان مجيئك هذا الذي تأتي فيه لتدين الأحياء والأموات وتعطي كل واحد كأعماله كرحمتك يا رب وليس كخطايانا لأنه في مراسم أن يسلم نفسه للموت عن حياة العالم Into his holy hands, which are without spot or blemish, blessed and life-giving. We believe that this is true. Amen. He looked up to us, heaven to you, O God.
who are his father and the mother of Ruan, and when he had given thanks, Amen. He blessed it, Amen. He sanctified it. Confess and we glory. Disciples and holy apostles, saying, take eat of it, all of you, for this my body, which is broken for you and for many, to be given for the remission of sins, is doing remembrance of you. This is true. Likewise, also the cup after supper, he mixed it with wine and water, and when he had given thanks, Amen. He blessed it, Amen. He sanctified it. And we glory. Tasted and gave it also to his own holy disciples and the holy apostles, saying, take drink of it, all of you, for this my blood of the new covenant, which is shed for you and for many, to be given for the remission of sins, is doing remembrance of me. This is also true. Amen. Of this bread and drink of this cup, you proclaim by this, confess my resurrection and remember me till I come. Amen, amen, amen. Your death, O Lord, we do preach. Your holy resurrection and ascension we confess. We praise you, we bless you, we thank you, O Lord, and we supplicate you, O our God. Therefore, as we also commemorate his holy passion, his resurrection from the dead, ascension to the heavens, his sitting at your right hand, O Father, and his second coming from the heavens, our Son full of glory, we offer unto your gift from us yours for everything concerning everything and in everything. Worship God and fear and trembling. We praise you, we bless you, we serve you, and we worship you.
Let us attend the Amen. And this bread he makes into his holy body. I believe. Amen. And this cup also, the precious blood of new covenant. Again, I believe. Amen. Given for the remission of sins and eternal life to those who partake of it. Lord have mercy, Lord have mercy, Lord have mercy. Make us worthy, our Master, to partake of your holiness. Unto the purification of our souls, our bodies, and our spirits, that we may become one body and one spirit, and may have a share and an inheritance with all the saints who have pleased you since the beginning. Remember, O Lord, the peace of your one only holy Catholic and Apostolic Church. Pray for the peace of the one holy Catholic and Apostolic Orthodox Church of God. Lord have mercy. This which you have acquired to yourself with the precious blood of Christ, keep her in peace with all the Orthodox bishops who are in her. For most member, O Lord, our blessed and honored Father, the Bishop, our Patriarch, Abba, Tawadros the Second. Pray for our High Priest, Baba Tawadros the Second, Pope and Patriarch and Archbishop of the great city of Alexandria, and for all our Orthodox bishops. Lord, have mercy. And those who rightly divide the word of truth with him, grant them unto your holy church to shepherd your flock in peace. Remember, O Lord, those of Sigmund, the priests and deacons. Pray for the Higumens, priests, deacons, subdeacons, and the seven orders of the Church of God. Lord, have mercy. وكل الخدام وكل الذين في البتولية وطهارة كل شعبك المؤمن اذكر يا رب أن ترحمنا كلنا معا. ارحمنا يا الله العالمين يا ضابط القوم. Remember all of the salvation of zero place and every place and every monastery of our Orthodox fathers. Pray for the salvation of the world and the city of ours and all the cities, countries, islands, and monasteries. Lord, have mercy. And those who dwell therein, in God's face. Graciously accord, O Lord, to bless the earth of heaven, the fruits of the earth, the water of the river, the seas, and the plants of the field this year. Pray for the air of heaven, the fruits of the earth, the rising of the waters of the rivers, the seeds, the herbs, and the plants of the field, that Christ our God may bless them, have compassion upon his creation, which his hands have made, and forgive us our
our sins. Lord have mercy, Lord have mercy, Lord have mercy. Redeem to the measure according to grace, give joy to the face of the earth. May its fruits be abundant, water and its fruits be plentiful. Prepare it for sowing and harvesting. Manage our lives as in the fit. Bless the crown of the year with your goodness for the sake of the poor of your people, the widows, the orphans, the traveler, the stranger, and for the sake of all of us who entreat you and seek your holy name. For the eyes of everyone who wait upon you, for you give them their food in due season. اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل ذي جسد. املا قلوبنا فرحا ونعيما لكي نحن ايضا اذ يكون كفاف في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح. يا رب اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم. أعطهم كلهم الأجر السماء صلوا من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة وتقدماتنا والذين قدموها. يا رب ذيب شوي ساساني بنت مكمونو جنيس شيري اثرين الرجمير ابي اري بنت نيثو ابن طاق اري قطق سنب شوي سنتك ارم ابن نيثو ابتيرو اتابرانك يشيري بن نيوت يثو اب ني باترياشيس ني بروبتيس ني ابوسلوس ني ريفيوش ني فانجاليستيس ني مارتيروس ني امولوكيتيس نم ابن اماني بن نثمي طبقو كيبل خينفنا آتين وأذيس إثواب إثمين أتبرثين وسنسيون نبين تيثوت وكوساب تيغي أمري أثيثك من تولوغوس خن أميسمي والقديس يوحنا صوى صوى شوى القديس ونصر الشمس والشهداء ونصر الله الإنجيل مركوز ورسول الطير والشهيد بطرير القديس صوى اسم علمنا أسكورس قديس نصر رسول القديس بوسكان شهيد رئيس كان وقديس يوحنا ذبي الفم والقديس القديس القديس مصر القديس كريلوس القديس بسيروس القديس روريوس الناطق باللهيات قديس روسان العجاب قديس روريوس الارماني 317 الذين اجتمعوا بنكيا والماء الخمسون قسطنطينيه والماء بابان الصديق العظيم الانبا انطونيوس البار الانبا بولا الثلاث انبقارات قديسين جميع اولادهم لباس الصليب أبانا بسكموس وأبانا بمشي البر والكامل حبيب مخلصنا الصالح كل مصاف قدسيك أولا الذين بسؤالاتهم وطلباتهم ارحمنا كلنا وانقذنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي علينا. القارئون فليقولوا أسماء أبانا البزارك القديسين الذين رقدوا الرب نيح نفوسهم أجمعين ويغفر لنا خطايانا. بركاتهم المقدسة كن معنا آمين. المجد لك يا رب يا رب.
لك المال يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب باركنا يا رب نيحهم وهؤلاء وكل أحد يا رب الذين ذكرنا أسماء والذين لم نذكرهم والذين فكر كل واحد منا والذين ليسوا فينا الذين أركنا بالإيمان بالمسيح منذ البس كرب نفس أبيها متناهل قمص بشوي ديمتري والذين أصنع لهم التذكارات في هذا اليوم عزيز سرقيس إصحاب مسيح فاروق شاروبيم ودي توفيق شكرا عجيب عدي زخاري مهرز عبد مسيح اسكندر منى فهيم رمزي منير بشاي مدلين حنين روحية حياة صحيحة مروحية مقار خيرية ودي صبي حبيب فايزة دوس سعاد شكري أوجني زخاري تفضل يا رب نحن نفوسهم في حضن أبان القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب علهم في موضع خضر على ماء الرعب فردوس النعيم الموضع الذي هرم الحزن والكآبة والتنود في نور القديس يا رب So Lord, whose souls you have taken possession in the paradise of joy, in the region of the living forever, in the